كرطس الشهادة وحط فيها طعمية. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس. نصايح غريبة من الفنانة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة، مش هتصدق قالت ايه وازاي الجمهور تفاعل معها. تعبانة حرانة بجد، انا حرانة. الساعات اللي فاتت تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد ما نشرت مجموعة بوستات على حساباتها الشخصية بتقدم فيها نصايح لطلاب الثانوية وازاي يقدروا يتخطوا المرحلة الصعبة دي. قالت سمية الخشاب: يا حبيبي الجو حر، ملخصات ايه؟ اسقط وارحم. وبمجرد ما نشرت سمية البوست ده تعرضت لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ده مش بس كده، دي كمان قالت: احنا في زمن اللي يجيب فلوس مش اللي يتعلم. كملت كلامها وقالت: التعليم ما بيحددش لا مصير ولا نيلة. بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر، ما بتعرفش يبقى الشهادة هتقرطصها وتحط فيها طعمية. كمان حكت سمية عن تجربتها مع الدراسة والجامعة وازاي ضيعت سنين من عمرها على كلية ما كانتش بتحبها، كمان ما كانتش عايزة تدخلها أصلا. قالت سمية في تصريحات ليها قبل كده: أنا طلع عيني وذاكرت ودرست ورايحة المدرسة وراجعة من المدرسة ورايحة الكلية وراجعة من الكلية وبعدها بكالوريوس تجارة جامعة اسكندرية. اشتغلت بالشهادة حضرتك؟ ده لو كنت درست الحاجة اللي بحبها من الأول أكيد ما كانش ضاع سنين كتير ملهاش لازمة. التعليم بيفرق في الشكل والوجهة، لكن في كتير خريجين جامعات ما عندهمش فكرة عن أي حاجة ومستوى الثقافة عندهم ضايع خالص. في ناس كتيرة بتأيد كلامي في البوست وشايفين إن صح وعجبهم الكلام. سمية رغم إنها فنانة شهيرة لكن كشفت عن تفاصيل في حياتها وقالت: سمية اشتريت عربية بالقسط وده كان في بدايتي والناس كلها بتشتري بالقسط. ده كمان في ناس عندها ليا شيكات وربنا يسهل ويدفعوها بدل ما نفتحهم. كشفت سمية عن تطورات أزمتها مع الفنان رامز جلال، وده بسبب الإصابة القوية اللي تعرضت ليها في برنامج رامز جاب من الآخر واللي تم عرضه في رمضان اللي فات. قالت سمية الخشاب: ما زلت في مرحلة العلاج الطبيعي، وأما بالنسبة لأزمتي مع رامز جلال لن أتنازل عن حقوقي القانونية لأن تعرضت لضرر كبير وكان في نوع من المبالغة الكبيرة. وبرغم كل الأزمات اللي بتمر بيها سمية الخشاب وإنها حالياً بتتعالج لسه من الإصابة اللي تعرضت ليها، لكن هنلاحظ إنها كل سنة لازم تدعم طلاب الثانوية العامة وتنشر لهم منشورات على حساباتها الشخصية تتكلم فيها عن تجربتها في التعليم وزي تخطط مرحلة الجامعة، لدرجة إن الطلاب كل سنة بيكونوا منتظرين نصايح سمية الخشاب واللي بتنزلها. لكن الغريبة كان في منشورات سمية السنة دي واللي قالت فيها إن التعليم ملوش لازمة وإن أهم حاجة الشباب تجيب فلوس علشان تعرف تعيش وتشتري عربية، وده طبعاً اللي عرضها لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. في النهاية قلنا رأيك في تصريحات سمية الخشاب وتستاهل الهجوم عليها ولا لأ؟ قلنا رأيك في التعليقات.